مالتي نفسه الهايجين مالته دنتال كيري اللي هي تسوي في الاسنان يكون عرضه اكثر منه افكتيف اندو كارداك شنو البكتيريا؟ فريدون ستراتوكوكوس فريدون تمام هي موز كالوكوكوكوس افكتيف اندو كارداك خدتوه بالمايكرو ما يعرفون دول جروب صعدة ستراتوكوكوس فريدون بعد من اول كافيتي هاي ارت هاي ارت بليت بيمن مارفان سندروم وما علاقة المارفان سندروم بالقلبية دقيقة شنو علاقة المارفان بالقلبية؟ مارفان إلى علاقة بالقلبية؟ إلى علاقة طين أي دي ترى شيري أقول ليه ودي فارماسيز الريحه سموكا بادلة الكحول بادلة والكحول السموك اللي على القلب خلي جل سموكا سموكا شو علاقة القلب هايبرتنشن اسكيميك هارت ديزيز اتيروسكليروسيس بعد الكحول دايركت كارديوفاسكولار ليش الليفر اما الكحول اه بعد شوف الميوكوزا السبلينجوال الميوكوزا فور انيميا فور شنو انيميا اذا الانيميا ما شفناها باور كريزيس كاميرا ريفلينج والار وشنو سبلينجوال ميوكوزا شوف هسه احنا قاعدين نشوف هاي تمام الاسبوع الجاي قبل المختبر المهارات قبل مباشره ما راح احكي اي شيء هذا عزيزة سيني أقول أنت بحصت قوم بحصت face examination جرا شو شو الديار شنو أنا ليه صار في شيء شو قد يجيبه لوبي هذا شنو كل نظري راح تنسى لوبي تمام واضح فأنت استصلح اللي قاعد يكتب عملي نظ عن نظري هذا النظر راح تجهز كوين من الطب والعمل أنت فاهم من الطب والعمل أنت basic تمام اللي من خلال راح يجاوبني وراح من أسئلة الجواب خلصت الماب خلصت الماب ثم شفت بيج ساينوسيس قول ليبس ليبس هدا يأكل شنو؟ ايه؟ هاي هاي بردان السيركوليشن لا مو الليبس هي الفينجر نير سم بلسيتي نير pulsating nail اللي هي أي أي مكان سير بالpulsation بس الكامل ساعد هي اليوفيلا هاي اليوفيلا زي لو ساعد زمار pulsation شو هاي سير بيلا وسر حمرة سير بيلا وسر حمرة تمام بس اللي هاي شايف بيجي أصلا لها بس اللي ما بتكمل معي تمام فهذا الأورب كارتي عندنا ثالث عمي angular stomatitis angular stomatitis angular وين حافة stomatitis التهاب وين بالحلق فصير حافة الليكس مالتهم مشققة فيها تشققات هاي عارض بشي نسيني او بي فيتامين بي 12
بي 12 بي 2 الفيتامينات كلها بشكل عام سواء ادرينال سواء دايتس سواء بي 12 او بي 6 لا تعرفون اذا يحتاجون بالديفيجن سيل ديفيجن فاذا قلل سيل ديفيجن باك وش يصير تقرحات اول ما معنا خلصنا الفيس اللي هذا هو ايش الاهميه تمام عندنا بقى منو بدك شو شوف بدك اني ماس اني ماس نيك اشوف الاني ماس الماس اللي موجوده بدك يا ما طالع من اللمف نود يا ما طلعت من الثايرويد يا ما طلعت تيومر واحد تيومر واحد خلينا نشيل تيومر نخلصه ممكن شنو لايبوم ممكن شنو لايبوم ساركوما من المصل اي على اي مكان طلع بي سكين تيومر طلع ساركوما بيزل سيل كارسينوما سكوير سيل كارسينوما برانكيال سيست ديكتكتوما السيستيك هايبروما لانه وايز واي واي تقريبا فوق 12 وحده ديفرنشال دايجنوز اوف نكسونن مو مهمات هسه بس عندي لايبوما في مثال ليف نوت انلارجمنت اللي هي شنو لينفاكينو باج هذا شنو السبب الثاني بالنيك ماس السبب الثالث ثايرويد اوريجن السبب الثالث ثايرويد اوريجن والثايرويد اوريجن يا اما جويتر اللي هي ثايرويد انلارجمنت يا اما ثايروغلوسا سيست شنو الثايروغلوسا سيست ها بين الميريولوجي شلون تعالجينا؟ ما فهمت كل شيء. ايش هي هذا السؤال؟ يعني تسأل خلاص روح اطلع. تمام؟ لو تخرج. واحد جاوب عليك. لا هو السؤال قايل متى السؤال؟ هذا شوف هذا مقطع عروج. تمام؟ انت مقطع عروج. فين قباله شنو اللي صار؟ قاصر. قباله شنو؟ الرقبة هاي الرقبة انت تمام؟ تم مقطع شلون؟ كورونا. تمام؟ فهذا اللي صار بالامبريو الثايرويد كانت هنا بالطن شو تقوم تسوي؟ تنزل تنزل بسيست هاي هاي الدكت تنزل حد ما توصل توصل للثايرويد مكان تمام؟ توصل المكان تنفصل عن الدكت تدخل وين؟ هنا فاما اللازمة الماس تطلع المين من الثايرويد شو يسموها؟ جويتر او شنو ثايروغلوسا؟ سيست ثايروغلوسا تاج سيست تمام؟ اللي اشوفوها هي مرتبطة ولا ما مرتبطة بيها تمام اثنيناتهم من اقول له ابدا عليك يصعدك اثنيناتهم من اقول له ابدا عليك يصعدك يتحرك زين شلون راح افرق ثايروغلوسا سيست او شنو؟ طلع اقول له شنو؟ طلع لسانك طلع لسانك حركت اذا شنو هي؟ بعد عشان لسانك اللي طالب شيء شو يسحب؟ يسحب الثارق وسط سيس بس ما تحركت اذا شنو؟ ثارق لك واضح؟ هذا السؤال سنوني يا مرحله سادسه جراحه شفوي هاي الفاينل شفوي هاي الفاينل قوه تمام؟ الثارق وسط سيس متصله باللسان؟ متصله باللسان اذا اللسان اذا طلع يسحبها وياها؟ يسحبها بينما الثارق تنسحب؟ لا فمن خلال انه كنا طالع لسانك افرق على ثايروغلوسا سيست او شنو؟ ثايرويد لا تصير ما اقدر افرقها عن طريق الابلع ريقك؟ اثنيناتهم اللي يتحرك الوقت من اقول له ابلع ريقك ذهب يا عمر هيك يعني عادي عادي اوكي شاف واحد عنده عمره 20 سنه لك ما يقدر يقول لك اقعد هنا شوف الظاهر طلع ثايروغلوسا سيست يعني الثايرويد تشتغل طبيعي؟ كوميونيكيشن تراي شبري تراكت از بي انفكشن هاي سبب سيستات يعني شو الكوميونيكيشن سبب انفكشن وسبب باص وسبب فرال يطلع لك جوه مره شوفوا اكو كومبليكيتد ترى باص كومبليكيتد ترى باص اساسا تمام ايه بغى شنو بالبلع ترى ولا ابلع ثلاثة شنو بلع ريت ثلاثة شنو يتحرك اللي فوق بينما من ابلع طلع ثاني بس فقط من يتحرك. ثيرو. من يتبرع؟
فالف بعد الاكزامينيشن ما يوجد هذا الموضوع هاي درجة هذا كله ها؟ ها تشاول تشاول حتى وابدا هاي تتفرع بدون ما انه يدري درجة بس شنو؟ لا يدري لا ما يدري طبعا من الاكزامينيشن ما ذكر يا طالب وياكم قال هسوي لي اللمف نوت اكزامينيشن كيف اللمف نوت اكزامينيشن هي كانت واقفة على قبال مريض كانت واقفة شنو قبال مريض قالت لي راح ابدي بالانتيال قالوا قال شلون تبدي قبل هي تحركت لوين؟ تحركت هنا قالت اسامي اول شيء شنو؟ ما نسيت انه تعرف لك اسامي سنسيلة سنة وعي كورة طالعين راح نفحص قد اللي نطاوي هنا ونتحسس هنا وشوف شنو الاكزامينيشن ما يدخل هذا قبل طاش شنو؟ تو مارك وراها جت هنا انا حجي ورا زحمة كنت تفتح قميصك كنت تفتح لقوم هيك اريد افحص خليت ايدها هنا قالت لي نفحص الصد مين صار قال زين رفع صلي البوستيرال اوكسيبيتال بعد هوك شوف بس هوك شوف صد مين صار قال فحصلي البوستيرال اوكسيبيتال تجي لازم شنو يشبهها الاغلب وش يسوي اوكسيبيتال هي بس هوك جت ايش بس حرك قال هذا كان حلو يعني الاكزامينيشن ما يريدونه كله يريدوك شلون راح تبدي بنعطيك تركه او بنعطيك مكان شو راح تسوي تمام فقط اجتي من قدام كان هذا كافي اوفر يدم في الاكزامينيشن سؤال سؤال ثاني جاوبته طالع هذا كامل يعني ما يستخص سؤال ثاني لا ما يستخص بس انه الاوكسيبيتال ريجن البوكستيرر ليمف نود ما تنفحص من الانتيريور والانتيريور ليمف نود ما تنفحص من البوستيرير هاي المنوفر هاي التقنيه مال هاي الفكره هاي اللي فيها تمام فهسه شنو نفحص راح نفحص الانتيريور جروب الانتيريور جروب من النخ اولا صح مينتا صب مينتا تمام وراها صب مانديبولا ليف نود صب مانديبولا جون شنو تونسلا تونسلا ليف نود جون شنو بري أوريكولا ليمف نود دور وين ننزل على السيرفايكال ليمف نود انتيريور سيرفايكال ليمف نود اللي هي ديب والسوبرفيشال عندنا تصير وين الانتيريور بوردر اوف ستيرنوكليدال ماسلود او ديب تويت شويه ذي اللي قلنا انا شويه خلنا شو يسوي ريلاكسيشن هاي العضله من اسوي ريلاكسيشن ممكن احس شنو الليمف نود حركي هنا سوبرفيشال تمام دار شنو غير شيء ايديك هيجي جنح لي جنح لي هيجي تمام جنح لي حتى شوف صبرا كلافيكولا وسكانين صبرا كلافيكولا لاترال وسكانين وين ميديال تمام خلصنا شنو الانتيريور الجروب خلصنا شنو انتيريور جروب اللي هنا مننا سبمنتال سبمنتال تونسلا بريكولا سوبر فايكا سوبر فايكا لا سوبر فيشل سيرفايكا تمام سوبر كلافيكولا وسكاني وين يجي الدور شوف هسه البوستيرير تقروا من هنا بري بوست اوريكولا اوكسيبيتال وين بوستيرير سيرفايكا اللي هي وين بالبوستيرير تراينجل ورا الاسترنا في دماستوي تمام بوستيرير سيرفايكا هاي وحده تمام خلصنا فحص شلون علق سايد اي سير مش تعلقون سايد سايد شيب سيرفيس اتاتشمنت تندر اور نوت والكونسستنسي ذير از سب مينتال ليف نود انلارجمنت ابروكسيميتلي 2 باي 2 سنتي 2 باي 2 سنتي تمام اجيبها 2 باي 2 سنتي non tender firm to hard attached to underlying tissue there is attachment fixed non mobile تمام وين تمشي مالينا وين مالينا وين تمشي شويه مالينا راح تلقون الكتاب راجوش
جوا النفلوت اكزامينيشن وصف وصف مره يوصف لك النار مره يوصف لك الانفلاماتري مره يوصف لك شنو المينجلينس مره يوصف لك التيبي فاذا قال لك شنو العلامات النفلوت بالتيبي كل شنو الوصف شنو علامات النفلوت بالمينيسيل شنو علامات النفلوت بالمينجلينس شو تشوف علامات النفلوت بالمينجلينس تقرون شنو الباراجراف مالتها تابع النفلوت اذا تشاف مينجلينسي ساي ماركت شي الكونسستنت مالتها شي الاتاتشمنت مالتها شي تندر او نوت تندر السؤال الثاني سأله شنو نورمال سايز لمنون 1 سنتيم اقل 1 سنتيم اقل السؤال اللي وراه سأله جنرالايز لمفيدينوباتي جنرالايز لمفيدينوباتي داني من المينجلينت اكيد لا ما عندنا من الميديسن اولويز ما عندنا من الميديسن اولويز ولا عندنا من الميديسن نيفر كل شيء ممكن كل شيء ممكن ف ها شنو الفرق بين الفيلم ها شنو يلو يو سولت هاي فير هاي كارتج فير هذا هارد هذا عظم هذا عظم هارد فضحت ياس ياس واضح شلون تعلق بصوره سريعه على الفيديو موجود ذير از ليف نون لارمنت سبمنتال ريجن 2 باي 2 ان دايامتر فيرمي كونسستنسي نوت تندر نوت اتاتش تو اندرلاين ستراك تيشو ان موبايل تمام سموث سيرفيس او لوبيليتد سيرفيس حسب السيرفيس اللي حسيته هل هي لوبيليتد او لا هذا من التعليقات كل اشكال 15 ثانيه خلصنا شنو اللي بنود لازم نيك اكزامينيشن خلصنا اللي بنود لازم نيك بالنيك اكزامينيشن احنا شنو بعد الجي بي بي راح ناخذه بالمختبر قاعده المهارات اذا عندنا سديه ونيم انسان وراح يكون شنو جي بي بي وسالم وايد جي بي بي سالت اسئله في الطلاب واربع طلاب سالم على جي بي بي وراش عندنا لورلي اكزامينيشن ان شاء الله تفيدني باللورلي اكزامينيشن اديما ان شاء الله تهمني باللورلي شنو اديما اكو اديما باللورلي لو لا اكو اديما باللورلي لا لا النيم فيشن او شي فلاس النيم فيشن او شي قول شبين اسامي عن حيدا ما رخصت حيدا سبمنتر سبمنتر تونسلا بريوكلا بريوكلا سيرفايكل كلافيكل سكال تمام براحتك هاي درجة تريد عين اللور ليك أول شي نسوي له Vision in spine position Exposure and look for comparison وشوف شنو المقارنة قارن رجل بهاي رجل بهاي تمام وشوف من البيئة اللازمين من البيئة السؤال بتشوفت باي inspection انتو شو سوي أجيب my thumb على مناطق bone prominence وين مناطق bone prominence medium and lateral malleus ocean of سألو شنو تيبيا سألو وين الأماكن ماتن اديما اكزامينيشن يا اما ميديا ولا ترم من او شنو تيبيا ها اماكن شنو فاص اخلي لي شنو عليها 4 سكند 10 ثواني 15 ثانيه تمام اخليها واشيل لي الدور بس اثناء قبل ما اخلي يجي قبل ما اخلي يجي اكو الم لو راح اجي توجعك لو لا وبدا اخلي يجي اخلي لي شنو بايلاترال ديراتي هاي لي هاي الجهه شنو وهاي الجهه وعين عليها على وجه بل ليش اخاف اخاف اكو تندرنس او اكو بين هاي الخطوات يريدون يحبون هالخطوات اكثر من الاسباب واكثر من اي شيء شوفك من انت خليت ايدك على مكان صحيح تراتين وعينك على وجه المريض كلها تافعوا اعظم تمام فيديو اللاترال ماليوس او شن اوف تيبيا خليتي انا شفت شنو اكو بيتيك يدينا اصعد لفوق شوف اكو بيتيك شوف وين الاستيشن وين صاعد لحد وين تمام وراها مباشره راح يسالك وات ذا كوز اوف لور ليج يدينا شو يسالك قلت له اليون لاترال ولا باي لاترال تمام قال لك اريد اليون لاترال تدري لاترال بيتيك لو نون بيتيك قال لك اريد شنو النون بيتيك قال لي انت قال لك ما بس حلوه الدخله حلوه الدخله ها انا عارف التقسيم هذا الشيء اسمع بالي لا سير يعني ترى ما في طن درج عليه انه تعرف تقسيمات لكم بتيم من البتيم كيو لا ترى كبايلات ترى شنو اسمها زين انت الحين ما تبغى
النمبتين قديمة، نمبتين قديمة، عندنا اثنين لا تنسون، عندنا اثنين لا تنسون، اللي هي الميكس قديمة واللب قديمة، ميكس قديمة واللب قديمة، اللب قديمة هم ما تيشن هو نمبتين، اللب قديمة اللي أخذوا كم وصل إنه دون الشحوم تتجمع أكثر شيء بالفيميل اللي هي بروكسيمال موردان ديستال، تمام؟ ما عم ما مطالب بيها، فالميكس قديمة واللب قديمة is not بتين، بقيتهم بتين قديمة. يوديلاترال أو بايلاترال؟ يوديلاترال دي بي تي سيريلاتس لنفديمة لنفديمة أوبستراكشن بالليمف نود. بايلاترال أني سيستميك كونديشن هارت فيليا رينا فيليا ليفر سيروس نفروتيك سيندروم بروتين لوزين تيرابافي مال نيوتريشن مال أبزوربشن زين. هسا نعد قديمة سببها قلان خلنا نشرح القديمة بشكل عام حتى نخلص موضوع اليوم، نخلص الجنرال اكزامينيشن ندخل باكر ان شاء الله. يوديلاترال سيريلاتس دي بي تي فراكتشر ميكر سيستم بس تعبنا اسبوع شنو راح نشرح شغله على السطور عيني تبوني جوان ركاز انا ركاز انا سامع مطلع انا استهوي انا عيد دمويه هاي شنو شعاع نعم داخل شكو بروتين وشنو بعد فلويد تمام داخل شنو فبعد بروتين بعد فلوس الفلوس شو يسوي يحاول يدفع الماء لوين لبرا عن طريق شنو هاي فتحات هذا الضغط اللي يسبب الماء اللي يحاول يدفع الماء من داخل الفضاء الى برا شو يسمونه هيدروستاتيك هذا ستاتيك شنو ابراج البروتينات شو تحاول تسوي؟ تسحب الماء من برا إلى من؟ لجوا. شو يسمونه؟ أنكوتيك. أبرشة. تمام؟ فعندنا بالانس بين القوة اللي تدفع الماء لبرا والقوة اللي تسحب الماء داخل لو عيدهم وين؟ القوة تفضل. إيه يلا عيني بس كنا قاعة مع مستشفى الحالة الثانية البرجر الثاني وشنو الانكوتيك أو برجر الانكوتيك أو برجر وشنو اللي من المسؤول عنه البروتين أنا بروتين and the blood vessel الانكوتيك أو برجر شنو وظيفته يسحب الماء as a sponge تمام نفرم من الانترستيشن ما يرجع then intravascular فعندنا بالانس عندنا بالانس between انكوتيك برجر هذا راستاتيك وحي خلينا شنو خلينا شكلنا ايتي لا عندنا ايديم ولا عندنا شنو جفا لا عندنا ايديم ولا عندنا شنو جفا في الانترستيشن تشو هسا احنا عند اسباب الايديم مش راح تكون يا اما زيادة الهيدروستاتيك برجر اللي يدفع المالي برا او قلان الانكوتيك برجر اللي يسحب مالي وين لجوا واضح هسا خنقلل البروتين what the cause of hypoalbuminemia اكلت ما اكلت fine nutrition اكلت ممتاز ما absorption اكلت ممتاز وفقدت نفروتيك وبروتين لوزين تيرو باتي او ما سمعت الليفر سيروسيس صندوق انه هالجاي جاي يحدد بيهم كل ساعه يحدد بيهم كل ساعه يدين ملينا كافي حفظناهم وراح تنسون بالامتحان والله هارت لك والله هارت لك تمام بينما الهيدروستاتيك برجر اي شغله تزود الهيدروستاتيك برجر اللي زياده الفوليوم في يسموها هايبر فوليميا هارت فيليا ليش الهارت فيليا عندها هايبر فوليميا هايبر فوليميا يحفز الراس سيستم رنين انجيوتنسين والدستيرون سيستم والدستيرون شو يسوي صوت عن ووتر ريتيشن لذلك شو يساعدهم هايبر فوليميا فشو يساعدهم فوليوم وفوليوم رينال فيجر كذلك رينال فيجر كذلك لأنه الرمين الوظيفة تكسكريشن اوف فلويد إذا صار فيجر معجل شو يصير فيجر اوف سكريشن
وإذا صار فيرال فور سكريشن الفلودون يتجمع بالجسم فرينا في الهاكتر شو تسوي؟ هيدروستاتيك برشر انكريز. إذا الأسباب اللي تجيب الانكريز ممكن تكبر أجل، والسبب الثاني شنو ممكن انكريز هيدروستاتيك فور أجل. هم الدفرنشيال ذيس إز قديمة دوتو انكريز ممكن تكبر أجل أو دوتو انكريز هيدروستاتيك فور أجل. شنو نشوف بالجسم اللي صار فيرتيكو هذا الانكريز؟ ثيرابيتي ثيرابيتي لا بدون سيرم بدون سيرم ثيرابيتي. بس شو شلون أقول هاي يا هذا؟ أنكوتي كبر جاب وهاي شنو هيدروستاتيك؟ لون؟ لا ما في لون. اللي يديه ما في لون. لا ملمس؟ لا ولا ملمس. ثلاثة بتيجي. الأماكن تجمع بها. الأماكن تجمع بها وين؟ خلا؟ ها؟ ما أدري. الأماكن اللي تجمع بها من علامات الفروقات. البفراتيك سيندروم أو البروتيلو ال decrease أنكوتي كبر جاب. more common very orbital وفيس. تمام؟ بينما الهيدروستاتيك كبرجر وين باللور لين ودي جرافيتي واللور لين النفروتيك دائما ايرلي مورنينج يعني بروتين لوزنج شو وقت الصبح الصبحيه الصبح شي قاعد يقعد وجهه مورن يقعد وجهه شنو مورن هل النفروتيك يعني كذا مرض كذا تمام بينما الهيدروستاتيك كبرجر شو وقت بالليل خلص شغله واقف بيشتغل اشتغل وواقف بالليل يشيل قرشيه ومر مات وين عند اللور لين ات نعم الفرق المهم الجي بي بي في من يسعد الجي بي بي في الهيدروستاتيك كبرجر لو في الانكوتيك كبرجر اذا قال هيدروستاتيك كبرجر ليش؟ لان الفلويد الداخل على الدم شنو؟ الفلويد الداخل على الدم زايد فالجي بي بي شنو؟ منتفخ بينما في الانكوتيك كبرجر اذا قال الفلويد وين عايز؟ عارف البزرون طالع فالاوعيه الدمويه بيها دم ولا لا؟ ما بيها دم فالجي بي بي شنو؟ فارغ جيجلر فينس برجر قليل جيجلر فينس برجر قليل لذلك من العلامات المهمة اللي سيلو بيها قلاف حول how to differentiate between beating you of heart أو شنو نفراتي العافية عن البروتين لوزي تمام أو فقدان البروتين فكان جيجي بي واحد من العلامات جيجلر فينس برجر جيجلر فينس برجر الضغط مات جيجلر فين عالي فواحدة من الفروقات كان شنو جي بي بي أكو فرق من الفروقات إنه duration of beating duration of beating من واحد بيتنج السرعة دي بيتنج قديمة تقصر كمان بس نشوف ايش قد ترجع اذا رجعت بسرعة هاي الروستاتيك اذا رجعت على الكي بطيئة فاشنو انكر بس تأكدوا له هاي لهاي قلوها الصور ما تذكر تمام فهاي الفروقات بين بيتنج قديمة اسباب بيتنج قديمة مطالبين بي اسباب النون بيتنج قديمة مطالبين بي اسباب اليونيلاترال قديمة مطالبين بي اسباب البايلاترال قديمة مطالبين بيها واضح خلصنا نوع بيتنج قديمة بعد بنرجع نفحص مثل ما فحصنا بالنيرف ممكن نلقاها وين تنيالا إطلابين سنتر هيمورد إيكونيكيا تني كل ممكن نلقاها بال الرجل فرماتويد أنفراتيس فاني ممكن نلقاها ماتين وين بالرجل وأخير شنو نفحص البولس دورسالس بيدس حتى نشوف الباتنسي أوف أرتري مفتوحة الأرتري لورا تمام دورسالس بيدس 15% من الناس ما عندهم دورسالس بيدس نورمال نورمالي ما عندهم نورمال تمام ما ينحس هسه شباب حسين وتفرغوا هذا النيرو هناك تكون